الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة هي التذلل والخضوع، ويقول العرب طريق معبد أي مذلل مسلوك. والعبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. والعبادة تشمل ما ذكر بعدها، لا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، بذي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل، جار ذي القربى، كل هذه داخلة في العبادة. ولكن ذكر العبادة أولا ثم ذكر بعض تفاصيلها، لأن هذه جميعا من العبادة. وإن كان تجد أنت في كتب الفقه، عندما تدرس كتب الفقه تجد مثلا كتاب العبادات، ويذكر فيها الأركان الخمسة: الصلاة والزكاة والحج والصوم والحج، الصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم تجد كتاب المعاملات، ثم كتاب الأحوال الشخصية أو النكاح والطلاق، الحدود، الديات، وهكذا. فيسمون هذه الأمور الأربعة وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم العبادات. لكن هنا العبادة لا، بمشمول بمفهومها الشامل، أي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني أعمال القلوب وأعمال البدن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكرة جاءت بالنفي، لا تشرك شيئا، فيدخل فيها كل شيء، وتشمل أمرين: لا تشركوا شيئا أي بالمعبودات، أو لا تشركوا شيئا في العبادات. أما المعبودات لا تشركوا به أي لا تعبدوا غيره، لا ملكا ولا نبيا ولا رجلا صالحا ولا شيطانا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا، لا تعبد غير الله. وتشمل كذلك لا تشركوا به شيئا أي لا تدعو غير الله، لا تخاف من غير الله، لا تخاف من غير الله، لا ترائي، لا تنافق، هذه كلها عبادات. إذن في المعبودات وفي العبادات، ولا تشركوا به شيئا. والإشراك هو إدخال أحد مع الله تبارك وتعالى في عبادتك، سواء عبد أو جعل إلها من دون الله تبارك وتعالى، أو مع الله جل وعلا. والشرك أعظم جريمة يقوم بها العبد، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا السبع الموبقات، قالوا: وما هن؟ قال: الشرك بالله، قدمه. ولما سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهي أعظم جريمة يمكن يقوم بها العبد في هذه الدنيا، هي جريمة الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لبيان عظم حق الوالدين ذكره الله تبارك وتعالى بعد الأمر بعبادته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهنا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك. فحق الوالدين عظيم جدا على الإنسان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم وأدى البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فعقوق الوالدين من الأمور المحرمة جدا عند الله تبارك، وإذا قال هنا: وبالوالدين إحسانا، ولم يحدد هذين الوالدين من حيث هل هما الوالدان المباشران الأم والأب، أو يدخل معهما الجد والجدة، سواء من طريق الأب أو من طريق الأم، يدخلون كلهم. فالوالدان يدخل فيها الأم والأب والجد والجدة من جهة الأب أو من جهة الأم وإن صعدا، ويدخل فيها كذلك سواء كان مؤمنين أو كافرين. حتى لو كان الأب كافرا أو الأم كافرة، أيضا لها حق وله حق من البر: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر، قتيلة بنت عبد العزة زوجة أبي بكر، كانت كافرة ما أسلمت، فجاءت تزور ابنتها أسماء، وجاءت لها بهدية، فلم تقبل منها أسماء في المدينة لما هاجرت، فلم تقبل منها أسماء حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أمي جاءتني راغبة، يعني زائرة لي، فهل أقبل هديتها؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. فهذا من البر، حتى لو كان الأب كافرا، حتى لو كانت الأم كافرة، فما بالك إذا كان الأب مؤمنا، فما بالك إذا كان الأب تقيا، الأم كانت تقية، فلا شك أنه يزيد الحق. وأيضا بالوالدين إحسانا، الإحسان كما ذكر أهل العلم نوعان: إحسان واجب وإحسان مستحب. الإحسان الواجب هو تقدير الوالدين، الإنفاق عليهما عند الحاجة، صيانتهما، وما شابه ذلك من الأمور التي هي حق لهم، طاعتهما في غير معصية الله تبارك وتعالى، هذا إحسان واجب. إحسان مستحب
وإنسان يتلطف معهما بالكلام، يكثر من الزيارة، يكثر من البذل، يعطيهما ولو لم يحتاج، هذا إحسان مستحب للوالدين. بل ومنه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. هذا إحسان مستحب، ليس واجبا عليك أن تبر أصدقاء والدك وأن تبر البنت أصدقاء صديقات والدتها، هذا إحسان مستحب، هذا زيادة فضل. فالإحسان نوعان: إحسان واجب وإحسان مستحب فضل ومنه. يقول الله تبارك وتعالى: وبذي القربى واليتامى والمساكين. ذو القربى له فضل أيضا، ولا يكون لك الرجل أو المرأة ذا قربى إلا عن طريق الوالدين، لأن أقربائك من؟ إما أخوال وإما أعمام، وإما أبناء خال وإما أبناء عم من طرف الوالدين، كل أقربائك من طرف الوالدين، حتى الذين من أسفل أبناء أخيك أبناء أختك أيضا يرجعان إلى أو يرجعون إلى الوالدين. ولذا قدم الوالدين وأتبعهما بذي القربى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على القريب، فقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. إذن الإنسان إذا تصدق على غريب فله أجر الصدقة، فإذا تصدق على قريب فصدقة وصلة، أجران. وإذا الإنسان إذا كان عنده صدقة أول شيء يتحرى أقاربه، حتى الزكاة إذا كانت عندك زكاة فالأولى بها أقاربك، غير الذين تجب عليك نفقتهم كالأصول والفروع، ولكن الزكاة الأولى بها الأقارب. وإذا لم يكن من الأقارب من هو من أهل الزكاة تنتقل بعد ذلك إلى عامة أنداث. وبذي القربى، ذو القربى لهم حق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لكفار قريش؟ قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي ودوا القرابة التي بيني وبينكم. يقول ابن عباس: لم يكن بيت من قريش إلا وللنبي فيهم قربة، للمصاهرات التي بينهم. فيقول: ودوني لقرابتك، يعني أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خلف، أبي بن خلف، الوليد بن المغيرة، كل كفار قريش، صناديد قريش وغير كفار قريش، كلهم لهم بين مع النبي قرابة صلى الله عليه وسلم. فيقول: ودوني للقرابة التي بيني، فالقرابة لها حق. إذن فالإنسان عليه أن يهتم بأقاربه ويتق الله تبارك وتعالى فيهم. وبذي القربى، قال: واليتامى. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، أما إذا ماتت الأم قبل البلوغ فلا يقال له يتيم، اليتيم يتيم الأب أو يتيم الأب والأم، لكن أهم شيء الأب هو الذي يقال له يتيم، لأنه قضية النفقة والعناية والرعاية بعد ما يفهم، فهذا الذي يقال له اليتيم. واليتامى الإحسان إليهم يكون بالأقوال والأفعال والمال. قد يكون اليتيم غنيا، يتيم لكن غني، أبوه ميت صغير لكن عنده خير، إذن هذا ما يحتاج إلى المال، لكن يحتاج إلى الرعاية والعناية بالأقوال والأفعال، بالاهتمام به، بالإحسان إليه بالكلام، قد يكون محتاجا فيحسن إليه أيضا بالمال. وبذي القربى واليتامى والمساكين. المسكين هو الفقير، المسكين والفقير شيء واحد، وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل معه المسكين. إذا ذكر معا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قالوا فالفقير أشد حاجة من المسكين، المسكين أحسن حالا. المسكين قالوا يملك قوت يومه، الفقير لا يملك شيئا، كما قال الله تبارك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ما عندهم شيء أبدا نهاية. وأما السفينة فكانت لمساكين، سماهم مساكين مع أنهم كانوا يملكون سفينة. فالمسكين هنا إذا أطلق ولم يذكر معه الفقير فيدخل معه الفقير هنا بالمعنى. والمسكين هو الذي يحتاج، الله تعالى أمر وأوصى به سبحانه وتعالى. قال: والجار ذي القربى والجار الجنب. تحتمل معنيين: الجار ذو القربى والجار الجنب. الجار ذو القربى هو جار وقريب، جارك ولد عمك، جارك ولد خالك، جار وقريب. والجار الجنب جارك لكن لا ما في قرابة بينك وبينه، هاي اسمه الجار الجنب. الجار إذا عندنا جار قريب وجار جنب، أو الجار ذو القربى الجار الذي بيته قريب من بيتك، والجار الجنب الجار الذي بيته بعيد عن بيتك. فتحتمل ذو القربى في النسب، وتحتمل ذو القربى بالمكان، والجنب كذلك أجنبي بالنسب أو أجنبي بالبعد، بعيد عنك. والجار ذي القربى والجار الجنب. والجيران ثلاثة كما قال أهل العلم: إما جار مشرك كافر، وإما جار مسلم، وإما جار مسلم قريب.
فالجار المشرك له حق الجوار، طالما أنه جار فله حق الجوار ولو كان كافرا له حق الجوار. ثم الجار المسلم له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. فإذا كان الجار قريبا لك وهو مسلم فله حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، فيأخذ منك ثلاثة حقوق. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب ذكر أهل العلم فيه ثلاثة. أول شيء الزوجة، لقول الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فسماها صاحبة، فالصاحبة هي الزوجة، فالصاحب بالجنب هي الزوجة. وقيل الصاحب بالجنب هو الصديق الرفيق، الصاحب مصاحبك رفيقك، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الخليل الصاحب الصديق هو الصاحب هنا. وقيل الصاحب تصدق أيضا على صاحب على صاحبك في السفر، الذي يسافر معك يقال له صاحب، صاحبته في السفر، فتصدق على جميع هؤلاء أنه الصاحب بالجنب. وابن السبيل، ابن السبيل هو نسبة إلى الطريق، سماه ابن السبيل يعني ابن الطريق، وذلك أنه لا قرابة له ولا بيت له وهو مسافر عابر، فسمي ابن السبيل ابن الطريق. فهذا قد يحتاج، لأنه ليس في بيته وليس في ملكه وليس في أرضه، فلذلك قد يحتاج إليك. قال وما ملكت أيمانكم وهم العبيد والإماء، أن الإنسان يتقي الله فيهم، يتقي الله في ملك اليمين، هؤلاء العبيد الذين يكونون عندك في بيتك عليك أن تتقي الله فيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آخر وصية أوصى بها قال الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في ملك اليمين. ثم قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال بالأفعال والفخور بالأقوال، الخيلاء تكون بالأفعال، يمشي متبخترا، ينظر إلى الناس نظرة الزراء، هذا اختيال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جر ثوبه خيلاء، فالخيلاء في الأفعال. الفخر بالأقوال، أنا ابن فلان، أنا فلان، أنا كذا، يحتقر الناس، يحتقر الناس، هذا احتقار الناس الذي نهى عنه النبي، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم. فالاختيال إذن بالأفعال والفخر يكون بالأقوال. الله لا يحب لا هذا ولا هذا. والشيطان إنما عاقبه الله ولعنه وطرده لأنه تكبر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والله سبحانه وتعالى يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت؟ ويقول أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالذي منع الشيطان هو الفخر، افتخر على آدم عليه الصلاة والسلام. الله تبارك لا يحب من كان مختالا فخورا.